حلقة النهاردة لأول مرة هتكون من غير مقدمة، لأن أي كلام هيتقال مش هيعبر عن الحالة اللي حسينا بيها لما كنا هناك. هنتكلم النهاردة عن الحب والإنسانية في أعظم صورة ليهم. خلونا نشوف مع بعض واحدة من أعظم التجارب الإنسانية، مش بس في مصر، يمكن في العالم كله. يا ابني في ايه اللي حصل؟ قال لي المدرس ضربني. مدرس؟
مدرس مين ده بقى ضربها؟ قال لي مدرس العربي، كنا واقفين كنا في الفصل وبنتكلم وبتاع وعاملين زيطه و و و، وراح دخل لي ومسكني وطق طق ضربني وعملني ثواني. وهو اللي قطع له التيشيرت؟ مسكه كده من التيشيرت فالتيشيرت اتقطع منه. فقلت له مين كان موجود؟ قال لي فلان وفلان وفلان. قلت له طب تعالى يلا. خدته ونزلت رحت لاصحابه اللي قال لي عليهم وتاكدت من روايته. المدرسه طلعت على الاداره التعليميه. مش على المدرسه؟ لا على الاداره التعليميه. قابلت هناك مديره الاداره التعليميه بتاعت المرحله الاعدادي وقلت لها ايه حصل كذا 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 كذا. فاتصلت وقال لي يا ماما انا نزلت المكتب عند المديره وكمل عليا وضربني. بتقول لي ايه ابنك مستفز؟ قلت لها انا ابني مستفز. ماشي. هل هو قال ادبه في الكلام؟ هل قال ادبه في الكلام؟ فقالت لي بيتناقش. قلت لها ما انت عايزه مثلا ان هو يضربه وما يتناقش يعني ايه؟ المهم ايه، قابلت انا المدرس فبقول له بص هسال حضرتك سؤالين. قلت له بص حضرتك هل يوسف شتمك؟ فقال لي لا. قلت له لا سمح الله هل مد ايده عليك؟ اي لا. قلت له بقى مفيش اي مبرر اطلاقا ان انت تضربه بالقسوه دي. قلت له لا حضرتك قلت في عقل بالك ان ده بقى منظار محدش هيسال عليه فاعمل فيه اللي انا عايزه بقى، انما انت وقعت في يد من لا يرحم وانا مش هرحمك. والمذاكره بتاعت البيت هما اكشلي دايما بياخدوا مجاميع في المدرسه وبتاع ده، ولما احيانا لما في حاجه بتقف في ايديهم بيقولي او عندي هبه ممكن تذاكر لهم. طب حضرتك سمحت ليوسف يشتغل؟ علشان خاطر بصي يوسف عنده طاقه كبيره جدا ماشي، فلو قعد في البيت الطاقه دي هيحولها ضدنا بقى. لما هو اشتغل بتعرف طبعا الشغل برده بيغير في شخصيه البني ادم وتقلها وبتاع، فتبتدي تحس ان هو ابتدى يعقل شويه. قولي بقى يوسف ايه موهبتك؟ بعرف اطبخ، بعرف اعمل حاجات بالكهرباء، بعرف ارسم، بعرف اصلح حاجات بتاعت النجاره والسباكه كده. طب مين بقى علمك يعني انت لما مثلا اكتشفت انت بتعرف ترسم؟ خالو علمك كل ده؟ اه. طب وانت ايه اكتر حاجه بقى بتحس ان انت حاببها واكتر حاجه انت بتبقى ناجح فيها؟ كلهم ما عدا الرسم. يعني انت بتعرف ترسم بس اللي هو ايه يعني لسه كده على قد. طب بالحاجات بتاعت الكهرباء دي عملت حاجه قبل كده او صلحت حاجه؟ عملت باور بانك. طب حلو. هو فين دلوقتي مصيره ايه؟ لا ما اعتقدش ان هو موجود لغايه دلوقتي. باظ؟ طب باظ بقى عشان انت ما عرفتش تظبطه ولا هو باظ لوحده؟ لا هو في سلوك المفروض عشان يتغلف بس انا ما غلفتوش، وفي سلوك جت على سلكتين. طب انت بقى شاطر في المدرسه؟ نص نص. طيب ما بتلعبش رياضه؟ ما عندكش مثلا هوايه؟ كنت بلعب كوره. طيب عرفت انت كنت بتشتغل قبل كده؟ يعني. وبعدين سبت الشغل؟ لما جبت التليفون كنت بشتغل عشان اجيب التليفون. اشتغل على مخصوص اشتري تليفون. بس جبته طبعا من فلوسك بقى اللي هو انت اشتغلت. كملت معاه. طيب انت في الاجازه يعني مثلا زي الايام دي بقى طبعا ما فيش مدرسه ولا في دروس ولا في حاجه، بتعمل ايه؟ يعني يومك بيبقى ماشي ازاي؟ بقعد العب تليفون، اخرج. واحنا السنة كده كده ما هتسافرنا الساحل الأسبوع الجاي. بتعرفي ترسمي حلو؟ من قد ايه اكتشفتي بقى ان انا بحب الرسم والورق؟ من زمان قوي. انت عندك قد ايه مثلا؟ تقريبا كنت داخله سنه رابعه. طب مين شجعك على الرسم؟ ناس كتير. مين يعني زي مين؟ اخواتي والخصائين بتاع مدرستي ومستر احمد رفاع بتاع مدرس الرسم بتاعي. طب انت مثلا ما فيش مسابقه اتعملت في المدرسه عن الرسم؟ لا دخلت كتير. طب وايه عملت ايه؟
في مرة طلعت المركز العاشر ومرة طلعت المركز التاني ومرة دخلت على الدور لسه النتيجة ما طلعتش. لما بترسمي مثلا بتتخيلي حاجة معينة بترسميها ولا بتشوفي صورة وبتحبي ان انت تقلدي؟ لا الاتنين. بتشتغلي يعني على ده وعلى ده؟ بس اكتر حاجة برسمها اللي هو بالقلم والرصاص، بحبش الون احيانا. طب ازاي فعلا ما بحبش الون؟ ما في رسمات بالقلم والرصاص وفي رسمات بالالوان وفي رسمات اللي هي التشكيلية. بس انت بقى بتفضلي ان انت الرصاص. الرصاص ومن غير تلوين. طب نفسك تطلعي لما تكبري رسام؟ يعني تخشي كلية فنون جميلة بقى. احنا كده في تانية اعدادي قدام حوالي 5 سنين ثانوية عامة ونخلصها ونخش بقى ان شاء الله فنون جميلة ان شاء الله. مواهبكوا ايه؟ بتحبوا تعملوا ايه؟ الطبخ. انتوا الاثنين؟ لا انت بس بتحبي تطبخ. وانت ولا تقعدي بس كده؟ طب انت مين علمك؟ ماما وفوق اللي معانا. مشرفين يعني. طيب انت بدأتي بقى بتطبخي من وانت عندك قد ايه او بتحبي تقفي المطبخ وانت عندك قد ايه؟ سنة تانية بتبدأي؟ لا ايوه. امال ايه؟ تانية يعني كده. طب انت بقيتي تقفي بقى تجربي بقى مع نفسك وتعملي اكلات وكده؟ طب اكلك بقى ايه؟ لسه هنعمل مكرونه محروقه. لا حلوه. طب انا بقى عايزه ادوق حاجه منك بقى النهارده بقى، تعملي لي حاجه بقى من اللي قاعده معاكم فقلتوا تعملي لي حاجه كده. ماشي بس مش محروقه. طب قوليها انت هنا اكبر واحده، طب بتتعاملي بقى معاهم ازاي؟ يعني بتتعاملي مع بعض لما مثلا تلاقي حد اتخانق مع حد، حد ضرب في حد، اكيد بتحصل مشاكل وخلاقات صح؟ عيب ما تغلطوش. بس انت اخواتها بتحبوا هي بعض. ولا انتوا اللي بنتي بتقول لهم كده؟ طب هما بقى بيسمعوا كلامك؟ طب ما انت مش بتتكلمي، انت ساكته. تسمعوا كلامي؟ طب بتشتكي لماما؟ ماما بتقعد تزعق لهم وكده، بس دايما طبعا ماما بتقولي خلي بالك منهم مثلا لو هي مش موجوده، لو حد اتشاقى، لو حد لا يعور حد. وانت بتعملي كده؟ طب في سؤال بقى، وقت التنظيف بقى، تنظيف البيت بتعملوا ايه؟ بنقسمه على بعض، البنات بس والبنات والولاد؟ يا ولاد واحنا اللي بنعمل. ايه ده انت شكلك متضايقه قوي. بس كلكم كبنات بقى بتقعدوا تروقوا البيت. طب وليه مش بتقول ماما نخلي كمان هم الولاد يعملوا؟ لا. ليه لا؟ بنت البيت لازم الولاد يعني. بس انتوا ما بتردوش انهم ما بيعملوش اصلا، ما بيتبقى لهمش حاجه. انتوا بتخلصوا بقى كل حاجه على طول؟ انتوا في مدرسه واحده صح؟ لا ولاد مدرسه ثلاثه. ايوه انا بتكلم انتوا الاثنين. اثنين في مدرسه واحده. انت راحه ثالثه اعدادي برضو؟ ثانيه. يبقى انتوا في نفس المدرسه، انت اكبر منها بسنه. وانت بقى بتبقي دايما ايه عشان انت الكبيره بتبقي قريبه منهم، لو مثلا حد اتخانق في المدرسه، حد ضايقه، تقعدي تتكلمي معاهم؟ عندنا مشكلة كبيرة في المدرسة؟ حد يتخانق. وبعدين؟ بس بره المدرسة مش جواها. انتوا بتلموا بقى عليهم وتضربوه وتتجمعوا؟ لا ما بضربش حد. طب بتعملوا ايه يا هجر؟ قولي لي. نجيب صحابنا وصحابها ونتلم. وبعدين؟ بعد ما تتلموا بتعملوا ايه؟ نزعوش. يعني الموضوع ما بيتطورش معاكم بقى ند ايد بقى وحاجة كده؟ نزعق بس. طب ولما ما بتعرف بتعمل ايه؟ تروح المدرسه هنا معاها. المدرسه. طب انتوا ما بتعملوش مشاكل كبيره بقى يعني مثلا بالاستدعاء ولي امر مثلا؟ لا. يوسف يا رب. Thank you.
سباحة وبحب أغني. طب أنتي بتمرني سباحة؟ آه. طيب ولسه يعني بقى بتمرني وبقيتي سباحة جامدة قوي ولا إيه؟ بطلتي؟ لا إحنا بنسبح كتير في حمام السباحة لما نيجي نسافر، وماما كانت بتشترك لنا في نادي. طب شاطرة في المدرسة بقى، أنتي في ستة ابتدائي وشهادة بقى يعني في السنة. شاطرة قوي يعني. طب عملتي إيه السنة دي؟ عملت كويس. عملتي كويس؟ يعني جبتي درجات حلوة؟ طب نيجي بقى الحته الثانيه بتاعه الغنى، بتغني بقى عشان صوتك حلو ولا زينا بقى بنقعد بقى نجعر في البيت بقى ونقعد نزعق وكده؟ لا مش بكره. يعني بتغني صوتك حلو. طب هنا مين فيهم بيشجعك على الغنى بيقول لك صوتك حلو لا كملي؟ معظمهم بيقولوا لي صوتك حلو. نفسك بقى تطلعي ايه لما تكبري؟ لا ما فكرتش لسه. طب فكري كده، يعني مثلا في تطلع دكتور، دكتوره يعني، مهندسه، ملك قالت لي عايزه تطلع جليلة، قصدي قلت لها تطلع رسامة وتشوف من جميلة عشان هي بترسم حلو وفكرت فلقيت هوايات عميس. وانت يا كابتن نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ مهندس معماري. مهندس معماري حلو. طب وهو عارف انت لسه مش عارفة ليه؟ طب جنة عايزة تطلع ايه لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة مش تعالجي بقى الناس؟ سنين ولا ايه؟ سنين ولا ايه بالظبط؟ بس ما انا عايزه تعرف. سنين لمسه بس اصلا. دكتوره بيطريه. دكتوره ايه؟ بيطريه. انت بتحبي القطط صح؟ وعندي كان قطط كتير. اكرم في مدارس طبعا. عندي الكبيره هو جراحه ثالثه اعدادي، وبعدين عندي سته رايحين ثانيه اعدادي ان شاء الله، واثنين رايحين خمسه ابتدائي، سته ابتدائي اللي هم اصغر اثنين. بس هي واحده اصغر سنا والثانيه عشان دبلرت. بس شهادات ميلاد بتتسمى ازاي او بيطلع لهم شهادات ميلاد اصلا ازاي؟ بيتعمل محضر في الاسم، الطفل في المحضر ده بيتسمى، وبعد كده المحضر بيروح النيابة، وبعدين النيابة بتصدق على الاسم، ودايما بيقولك الاسم يبقى محايد لا يحتمل يعني محايد الديانة، يعني بقية الإجراءات عادي جدا. طب حضرتك شايفة بقى ايه دور الدولة تجاه الأطفال؟ بصي الدولة يعني منوطة بدور كبير جدا جدا جدا، واللي للأسف انا شايفه ان هي ما بتاديهوش كويس. يعني مفيش دمج حقيقي للاطفال دول في المجتمع، مفيش استفاده حقيقيه منهم. انا اعتقد يعني لو هنفتكر ايام 25 يناير والناس اللي كانت بتطلع وي 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 وي، جزء كبير جدا من المخربين كانوا من دول ايضا، لان هما استقطبوا. معلش انا مثلا لو واحد مش لاقي يصرف عليا ومش لاقي وبتبهدل وبعمل وبسوي، وجي حد كلمني كلمتين بس واداني بوكت ماني قد كده وعيشني وجاب لي لبس بيه، بس انا عايزك تعمل كذا، اي حد هيعمل كده هو هوافق بالظبط كده هوافق. وبعدين هما بيتجندوش. وده انا شايفه برضو ان دوت امر غريب جدا. طب انت ليه ما بتجندهمش واستفيد بيهم يعني؟ فانا علمهم حرفه، علمهم صنعه، شوف كل واحد امكانياته ايه وطورها له، وبعدين حطه في المجتمع ان هو يبقى فرد مفيد، ما يبقاش ان هو بدل ما يبقى عالة على المجتمع، بدل ما هو يأذيك، وبدل ما يبقى قنبله تنفجر في وشك، لا استفاد منه، اعمل له حاجه كده هو ليه. بصي احنا شئنا ام ابينا هم موجودين بالظبط كويس، فبدل ما يبقوا لود عليا، بدل ما تنصل منهم، وبدل لا ده نستفيد بيهم، ده نحتضنهم، ده نخليهم طاقه ايجابيه.